ناب يلا حياكم سعد الله مساكم واتجهنا بالشيخ صقر. صقر اسمك؟ والله هو نعم اذا بتبي كعبي اكيد شاعر. شوف كعب كلهم شعراء. شاعر ولا بشاعر؟ شاعر. شاعر يلا بتسمعني قصيد ولا؟ بتسمعني ولا لا؟ ولا الدفتر مو موجود عندك مال قصيد؟ في البيت ها؟ وهذا ابو الله يحفظه ان شاء الله الله يطول عمره بضيافتكم الليله في العين الله يطول عمرك يا ابو صقر الله يعزك يا رب. مرحبا يا السناب يلا حياكم سعد الله مساكم كل خير في العين الليله. انا حامد يلا حي ابو محمد ارحم وسلم الله يحييك يلا يطول عمرك ان شاء الله. ابو حمد مليون مرحبا ابو محمد عساك طيب الله يحييك نورت الله يسعدك ان شاء الله. حيا الله سلام شامسي سهل سهل مين بس نوع تليفونه هناك فيصل فيصل مرحبا حيب ابو صقر الله حيب ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن حسون شيف عند ابو خالد حياي حياي الربع ابو شمع طيب مرحبا حي الله الدوي هلا بورك كيف حالك سلامتك تسلم مرتاح بورك بورك تقدر وانا من اليمين وانا من اليمين مره خلاص في مضيق قبل ها قبل الله شو الاخبار الله مرتاح كيف الحال يا مرحبا يا مرحبا الله يحفظك يا مرحبا مرحبا هلا حياك الله الله يسعدك يا ابو حمد مرحبا الله يسعدك مرحبا 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 والله تشريف مرحبا مرحبا ابو شمع ان شاء الله حيكم يلا يطول عمرك شو الله الله قصده حسون مرة يا مرحبا بلوشي مرحبا الله مرحبا والله بتخاوي لي ولو معي مليون شغل بيض شغلة أو الدره لعيونك يدوي بيض الله لك الوعد في عمان بس في سفر إن شاء الله قريب الوعد وين في عمان في وادي النمل بحفظ الفيديو ترى نحسب به النمل النمل بإذن الله بإذن الله ذي ما كنا جاري الدمع جاري عاد ما جف سايله All right.
عقيد يا ما خوي بالرضا لا تغصبين وسايد. صباحكم الله بالخير او مساكم الله بالخير والنور والسرور. حسنا بشيكم حبكم والله. الطريق الى ابو ظبي دار للعين دار الزين يلا فديت الزين وداره. محمد في واحد كثير بيسألون لقولنبرغ استقروا بس في منطقة أسبوع أو استقر بس نحن مش مستقرين استقرينا في زنجبار أسبوع سمعت؟ ها؟ استقرينا في زنجبار أسبوع الله استقروا وحنا في دولة الإمارات وبالتحديد في العين دار الزين فديت الزين ودار مرحبا مليون والله وصلنا في ضيافة الغالي الإعلامي الله يسلمك يوسف المعمري مرحبا حي الله ابو خالد مرحبا الله يعطيك الصحه والعافيه انت ريال مبروك الله يبارك في حياتك اسم على مسمى يا اخي ما شاء الله اجواء العين وفيكم انتم الله يسلمك حاجه مختلفه وها بس شو رايك في اللوك ذهبي واخضر اسمي انها طلتك طر طر ها طر كتوب والعين هاي انا بدك ابو خالد تسلم شرفتني وفرحتني الله يشرفك الله العظيم يا مبارك شرفتني وسعدتني وانتم هالظهار ناس لكم مكان في القلب الله يطول بعمرك اخلاق واحترام ما عليك زود ما عليك زود بس قالوا لي ما يضحكون وايد كيطول البرد حارك عندك بعمير قصدك كذا ايوه عز الله ولعبه نبدك الله يسلمك حبيبي تسلم انا بدك جزاك الله خير